بس خليني اروح لروان. روان، يعني ليه الرجبي؟ انا طول عمري وانا صغيره وانا بحب العب رياضه، وكنت بلعب باسكت، وكنت بلعب تراك اند فيلد، وكنت بلعب كذا حاجه. ولما دخلت الجامعه بقى كان اول اسبوع خالص كل الفرق اللي في الجامعه بتعمل تراي اوتس عشان ناس تنضم للفريق. كنت بتلعبي باسكت في الاهلي؟ لا لا كنت بلعب في المدرسه. في المدرسه يعني على مستوى المدرسه. طيب ولما دخلت بقى شفتهم بيعملوا تراي اوتس للفريق، ورحت اتفرجت على تمرينه، فالموضوع عجبني وبس. من ساعتها وانا ابتديت العب. يعني انت اول حبيت اللعبه جوه الجامعه الامريكيه؟ اول سنه رحت لقيت في تراي اوت، يعني بيجربوا الطلبه والطالبات. طيب وكان في ناس سابقينك طبعا في الفريق؟ ايوه طبعا. ما لقيتيش انت تلعبي مع ناس اكبر منك وخبره عنك؟ لا، علشان هي لما اول ما بتدخل الفريق هما بيبقوا حريصين جدا ان هما يعلموك البيسكس، وبتفضل 3 4 شهور في فيز ان انت بتتعلم الرياضه من اولها خالص. صحيح. ولما بقى بتبتدي تلعب مع اللعيبه اللي في الفريق بتبقى اوريدي انت اتعلمت الحاجات ووصلت لليفل اللي انت عارف تلعب معاهم، فالموضوع بيبقى سهل عليك ان انت تتاقلم وتلعب معاهم. طب مش لعبه عنيفه على البنات شويه ولا انا عنيفه شويه على البنات اللعبه دي؟ هي طبعا لعبه عنيفه، بس يعني بتبقى كونديشن ليها وليها قوانين برضو. يعني صحيح. هي مش مفتوحه، مش انت مش داخل يعني تنتحر يعني. برضو بالزبط. فهي ليها قوانين، والقوانين دي بتخلي معدل الاصابات اقل. فبتتعلم بقى ازاي تلعبها صح، ازاي تتاكل صح، ازاي تقع صح علشان تحمي نفسك. طب مين اللي بيمرنكم في الجامعه الامريكيه؟ الكوتش بتاعي اسمه محمد توبجي. مصري؟ ايوه. يعني قصدي اقول ان هم